السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن نقطة مهمة جدا 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 والكل ما بيهتمش بيها، اللي هي تخصيص قناتك. يعني ايه تخصيص القناة؟ يعني من اول الناس ما تدخل قناتك تعرف انت مين وعاوز تقول ايه، وتبتدي تشترك ليك وفقا للمحتوى اللي بيوصل لهم عن طريق ان انت مخصص قناتك. بمعنى اول حاجة بنفتح صفحة جوجل كروم من الكمبيوتر او من على الموبايل عن طريق ان انا بضغط هنا وبقول العرض باصدار سطح المكتب، تمام؟ وبالشكل ده بتيجي معايا القناة، تخصيص سطح القناة، بتظهر عندي قناتي. بتظهر القناة بالشكل ده. لما نقرب شوية هنشوف اللي انا مهتم بيها هي نقطة تخصيص القناة. بنضغط على تخصيص القناة، بيظهر معانا التالي. فوق خالص بلاقي عندي البانر اللي بيعبر عن قناتك اللي هو ده، وصورتك الشخصية اللي هي في القناة اللي هي دي اللي عليها علامة القلم اللي هو اللوجو ده، وبيظهر عندك الفيديوهات اللي انت محملها على قناتك. تعالوا بقى نتعامل معاهم واحدة واحدة. اول حاجة اللوجو اللي احنا حاطينه لو عاوز اغيره بنضغط على علامة القلم، بيوديني عند الصور اللي عندي بالاستوديو وابتدي اختار الصورة. بيظهر بالشكل ده. رمز قناتك مرتبط بحساب جوجل، قد يحتاج الرمز الجديد لبضع دقائق للظهور على قناتك. لو ضغطنا تعديل هيوديني عند حساب جوجل اللي انت مسجله في قناتك. بمعنى لو انا غيرته في القناة في الايميل هيتغير هنا دايركت، ولو غيرت برضو ندوس الغاء، ولو غيرت برضو اسمي في الايميل الجيميل هيتغير اسم قناتي. يبقى ركزوا من النقطة دي مهمة، الحساب القناة هو حساب الجيميل، اي حاجة بتحصل هناك في الاسم او في الوصف او في الصورة الشخصية هتتنقل لقناتك اوتوماتيك. الصورة المصغرة للقناة او اللوجو هو اللي بيعرف الناس انت مين. القناة دي اسمها اكل بشوات، لما جيت اختار ليها لوجو اخترت حاجة فيها بشوات او فيها النظام التركي اللي هي الطربوش، بالاضافة للشنب اللي معظم المطاعم التركية بنشوف شكل الراجل اللي واقف يبيع او اللي بيعمل الشاورما راجل شنبه كبير ولابس طربوش، فبالشكل ده لازم اجيب حاجة تدل على اسم القناة. لو مثلا القناة كرة قدم اكيد هنحط كورة، بس هنعدل فيها بطابع او بشيء يدل على شخصيتك انت، محتواك انت، من جواك انت. بلاش ناخد صورة ونسرقها، حتى لو هعدل فيها لازم يبقى ليك تعديل بسيط فيها، اولا عشان يبعدك عن انتهاك حقوق الاخرين اللي هي السرقة او الاقتباس بدون امر، ثانيا عشان الناس لما تدخل الاحساس اللي جواك يوصل ليهم مباشر. دي اول حاجة بالنسبة للوجو وتغييره. اللوجو ده بيفيدني في ايه؟ اللوجو ده بيظهر في تلات اماكن او اكتر. اولا هو صورتك على الجيميل، ثانيا هو رمز قناتك، ثالثا لو جينا صغرنا الصفحة هلاقي ان هو علامة مميزة جدا ظاهرة فوق بارزة للمشاهد اول ما بيدخل، هي الصورة تقريبا اللي بتقع عينه عليها، والافضل من كده كمان ان هي اللي بتظهر في التعليقات لو دخلت وعملت تعليق في قناة حد تاني، فالشخص التاني اول ما بيشوف الصورة دي من غير ما يقرأ الاسم اللي جنبها اللي هو اكل بشوات بيتبادر لذهنه الصفحة اللي انا او اللي هو مشترك معايا فيها. او لو انا دخلت عملت تساؤل او قلت للشخص في وصفة غير كده وفي ملحوظة كذا، الناس اللي داخلة بتتفرج على الفيديوهات وبتشوف التعليقات، لان في ناس عندها كيف ان هي تراجع التعليقات بتاعت الناس التانية، بيبص للوجو وبيتعلق في ذهنه. والدليل على ذلك ناس كتير منكم عندها في الواتس اسماء مسجلة، الناس اللي مسجلينهم على الواتس بيكونوا حاطين صورة وليكن
ولد صغير. لو راحوا في برنامج تاني زي التليجرام او في اسماء او اي شيء وشافوا صورة الولد الصغير ده، بيتبادر لذهنهم الشخص صاحبهم، على الرغم ان ممكن يكون الصورة دي مثلا موجودة في الفيس لشخص تاني خالص، لكن اول ما بيشوفوا صورة الولد الصغير تفكيرهم بيروح لصاحبهم، ايوة اللي متسجل بتليفونهم. يبقى هو ده بصمتك على اليوتيوب، دي اولا. ثانيا، البانر اللي موجود عندنا في القناة اللي هو الصورة الكبيرة دي، اللي هي الصورة اللي بنحطها في الخلفية فوق. ناس كتير هتقول لي الصورة دي ملهاش أهمية، بس هي حاجة كده وخلاص. أقول لكم لا، ليها أهمية كبيرة غايبة عن الكل، ألا وهي في عندنا هنا، ده شكل الصفحة عشان تبقوا عارفين إحنا بنعمل إيه. في عندنا علامة فوق القلم، لو دوسنا على علامة القلم بيظهر حاجتين، تعديل الروابط وتعديل صورة القناة. طيب تعديل صورة القناة دي مفهومة، إن أنت هتختار صورة تانية تحطها لقناتك، تمام؟ نتكلم عن تعديل الصورة وبعدين نتكلم في تعديل الروابط. تعديل الصورة بتاعت القناة ان انت بتختار برضو شيء يدل على محتواك، يعني انا هنا قناة طهي، تمام، اكلات، فانا حاطط ايه، توابل وفاكهة وبهارات وخضار وتوم، بيدل على القناة. الخشبة اللي تحتهم بتدل على ان في مطبخ، البلانشة اللي بيقطع عليها. طيب دي كده فهمناها، يبقى البانر ده بيحدد انت مين، انت بتتكلم عن ايه. البانر ده من المفترض انه بصمة من ضمن البصمات، لكن وليكن ان انا جيت في وقت وعملت حدث مهم، او مثلا اتصورت مع الشيف براك مثلا، ده يحصل ما يحصلش الله اعلم، احط صورته اكيد على البانر، لكن اللوجو للقناة يفضل ثابت زي ما هو. ليه؟ لانه بقى راسخ في ذهن الناس، بقى ثابت، بقت الناس عارفاني عن طريقه، اول ما بيشوفوا الصورة دي بيظهر لهم. لكن البانر ده مكان دعاية يا جماعة، ده مكان دعاية وإعلان لقناتي. والدليل على ذلك الدعاية والإعلان، إن أنا لما أدوس على القلم بيجي لي الاختيار الأول اللي هنتكلم عنه، اللي هو تعديل الروابط. يعني إيه تعديل الروابط؟ البانر اللي فوق ده اعتبروه واجهة محل بتنزلوا عليها إعلانات. الإعلان هيكون إزاي؟ هنفهم لما ندوس على تعديل الروابط. تعديل الروابط بينقلنا لصفحة تاني. أول حاجة بيجيب لك وصف قناتك، تمام؟ ما يهمنيش، اللي يهمني آخر حاجة تحت، روابط مخصصة. روابط مخصصة بيديني إمكانية إن أنا أحط 5 روابط على البانر من فوق، أقدر من خلالهم أقول للناس أنا هنا. يعني إيه أنا هنا؟ يعني أنا ليا صفحة على الفيسبوك ممكن أحط الرابط بتاعها، يعني أنا ليا صفحة على الانستجرام أقدر أحط الرابط بتاعها، وليا صفحة على الجيميل، وليا صفحة في أي برنامج، أي شيء أنتوا عاوزين تحطوه، ليكم 5 روابط، ليكم 5 أماكن للدعاية. عندك موقع على تويتر بتقدر تسوق له عن طريق قناتك. نشوف إزاي. هو دلوقتي بيقول لك عرض روابط المخصصة الكام؟ 5. هو عطيك ممكن 1، 2، 3، 4، 5. طيب أنا هختار 2 على أساس إن أنا هضيف، أروح دايس إضافة، عنوان الرابط بحد اقصى 30. يعني هنشوف يعني ايه عنوان رابط، ونشوف يعني ايه اليو ار ال. اليو ار ال اللي هو مثلا انا هحط صفحتي على الفيس، تمام؟ فبروح اعمل كده، وبنروح دايسين كوبي، بنكون مخزنينها معانا قبل كده، لاصق. بص الرابط مكتوب ايه، فيسبوك يوتيوب فود 2030. فانا بكتب كده يوتيوب فود في الوصف، تلاتين، دي صفحتي على الفيسبوك، تمام؟ كتبنا صفحتنا على الفيسبوك خلاص كده، وبروح عامل واحدة تاني إضافة. الإضافة التانية هحط رابط تاني على، أيوة، على البانر. الخانة التانية أنا هحط صفحة أكل بشوات على الفيسبوك، تمام؟ وهكتب هنا عنوان صفحتي اللي موجودة على الفيس، أكل بشوات بالفيسبوك.
الصفحة اسمها على الفيسبوك أكل بشويات من أفكار بسمة، بس أنا مش لازم أخلي الناس تدخل، يعني يبقى فيه اسم كبير كده، عايزين يبقى فيه رقم رونق شوية، لأن الاسم ده هو اللي هيظهر فوق. لكن أكل بشويات بالفيسبوك دي اللي هتتحول فوق الكلمة دي، إن اللي يضغط عليها أيوة هيروح لصفحتنا على الفيسبوك. تمام، دي كده بالنسبة للمعلومات. طيب طالما هي هتتحول الكلمة لرابط، تمام، ممكن اكتب له مجموعتي على الفيس، او ممكن اكتب صفحتنا بالفيسبوك، ممكن استغنى عنها واكتب بالانجليزي، حول كله كابيتال فيسبوك. تمام، انا كده هشوف الشكل اللي هيحصل ايه واقول له تم. اول ما بنقول تم بلاقي، بصوا ايوه شوفوا اللي حصل، خدت اللوجو وخدت الاسم وبقت موجودة فين؟ موجودة على الصفحة بتاعتي فوق. شوفوا ركزوا معايا، اللي هيضغط على واحدة من دول هيبتدي يروح لصفحتي التانية. يبقى أنا كده عملت ايه؟ برافو عليكم، أنا عملت دعاية لنفسي ببلاش على قناتي، يعني ما روحتش لحد عشان يعمل لي دعاية ولا دفعت فلوس. كل ما هنالك ان أنا خدت الناس وعرفتهم بالبانر ازاي والحاجة دي، فاللي هيضغط هنا هيوصل لقناتي. ده بالنسبة للنقطتين اللي احنا شرحناهم، اللوجو مهم والبانر مهم. واشوفكم في حلقة تاني ونكمل درس تخصيص القناة بهدف ان احنا نوصل، برافو عليكم، نشهر قناتنا ونخليها في الناس التوب فوق. اشوفكم على خير، واتمنى ان هتلاقي منكم تعليقات بتدل ان انا بقدم حاجة مفيدة. واي حد عنده استفسار بخصوص اليوتيوب، بخصوص جوجل، بخصوص الفيسبوك، بخصوص الانستجرام، اي معلومة محتاجينها سيبولي في التعليقات، وان شاء الله هنزل لكم دروس. والدرس الجاي هنكمل فيه شروحات تخصيص القناة، وان شاء الله هنزل لكم شرح البرنامج المونتاج، اللي هو انا بعتز بيه جدا لانه ما بيحطش لنفسه شعار او لوجو وانا بقدم الفيديو بتاعي، هو بيكتفي انه بينزل في الاخر الفيديو اللي انا بعمله بمنتجه، وانا بقدر اشيل الجزء الاخير اللي بيوصل تقريبا لخمس ثواني بالشكل ده، وان الفيديو بتاعي بيكون معلهوش اي مطالبات قانونية. اتمنى لكم السعادة، واتمنى لكم كل خير، واتمنى قناتكم تبقى فوق التوب وتبقى فوق الناس كلها. انتظروني في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.